هذه المعلومة عن مؤرخ في دولة عثمانية وهو طشكبرزدة، وكتابه الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية. طشكبرزدة هو مؤلف ومؤرخ، اسمه أحمد بن مصطفى بن خليل. ولد في بورصة تركي في سنة 1494 سنة. عاش في زمان سلطان سليمان القانوني من عصر العثمانية. هو قاضي في مدينة إسطنبول. وفاته في 1561 سنة. تلقى العلمي في بداية حياته على يد والده، ثم درس في أنقرة وبورصة وإسطنبول على يد كبار العلماء المشهورين، منهم العالم العامل علاء الدين اليتيم والعالم الفاضل محي الدين الفناري والعالم الفاضل المولى بدر الدين محمود بن قاضي زادة والعالم العامل الشيخ التونسي وغيرهم. ومن العلوم التي درس فيها هي علم التاريخ وعلم اللغة وعلم الحديث وعلم التفسير وعلم الكلام وعلم الفقه. من مؤلفاته أولا كتاب الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية الذي كتبه باللغة العربية وترجم بعد ذلك إلى اللغة التركية. ثانيا كتاب العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم. ثالثا مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعة العلوم، تكلم فيه عن العلوم وأقسامها وفروعها. رابعا نوادر الأخبار في مناقب الأحياء. خامسا الشفاء لا دواء الوباء. الآن ننتقل إلى معلومة عن المنهج الكتابة الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية. الطريقة التي استخدمها المؤلف في كتابته وهو كان يجمع كل السير الذاتية للعلماء الدولة العثمانية وفقا للتسلسل. من بين أمثلة قائمة العلماء في كتابته هو علاء الدين علي القشدي والمولى شمس الدين أحمد بن موسى الشهير بالحيالي، وهم العلماء الحنفيين الذي كان هذا المذهب رسميا. وإلى جانب ذلك كان المؤلف يستخدم في كتابته الأساليب السهلة، وهي تتكون من الإيجاز، السجع، الاقتباس وغيرها. وكل هذا الأساليب كانت يستخدمها سهلة جدا ومفهومة. والخلاصة القول أن علمنا الكبير الشهير المؤرخ العثماني التركي طشكبرزدة له آثار متعددة في خزانة العلوم، فعلينا أن نعلن ونعترف بألفاته لكي لا تنسي جيل إلى أجيال.